كشفت مصادر اقتصادية عن تفاهمات بين البنك المركزي في العاصمة عدن وصنعاء قضت بإلغاء الإجراءات الأخيرة بين البنكين في مناطق الحكومة وسيطرة جماعة الحوثي، حيث أصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين أصدر تعميما بإلغاء قراره السابق وإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة، في الوقت الذي تداول فيه ناشطون وثيقة صادرة عن البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك التي مقراتها الرئيسية صنعاء بعد زوال خلف والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها. وتأتي هذه الخطوات بعد قرار مماثل اتخذه البنك المركزي في عدن بمعاقبة البنوك التي ترضخ لسياسة الحوثيين ومقراتها الرئيسية في صنعاء ولم تتعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة به، فيما لم يسمح مركزي صنعاء لشبكات التحويل التي مركزها عدن بالعمل في صنعاء وأوقف عمل شبكتي القطيبي والبسيري قبل أن يتراجع البنكين عن قراراتهما ودون توضيحات رسمية من حكومة عدن لهذه الحادثة.